نحكيه على الكاستينج. أكثر ممثل تطور فرحانة بيه، تقول أنا فخورة إنه الممثل هذا تطور. ما جو بونس كلهم تطوروا سنين بالقدام، معناتها الأكثر، معناتها الأكثر واحد سيتي أن ديفي وبو موا فرحانة بيه زاد اللي تطور هو نوردو، مروان نوردو. مروان نوردو في الجزء الأول كان كل نفحة الأكسجين الكبيرة اللي ضحكنا واللي بيرسوناج هابي وشيخ وفك الدمار بتاع فوندو، هو كيف يجي نضحكوا. اي علاش الدمار الكبير اللي عملته له في الجزء الثاني؟ هو الدمار عملته للكل، معناتها يعني يظهر لي من الحلقه الاولى جي انونسي لا كولور نتاع المسلسل اللي هي ياسر دارك، معناها فهمت، معناتها راكم من الاول باش تفرجوا في حاجه، في حاجه دارك، يعني قلت لك حاجه. اي اما علاش ما خليتوش نوردو يضحكنا حتى في وسط هذاك الكل اللي يضحكنا؟ انا نوردو عمني ولش قلت له عملوا البرشا حكي وقال لك معناتها كوم سي باغ هازار هكاك مثل وكوم سي إلي كوم سا، معناتها جوست معناتها سي إلا غامني سون ناتوريل وكا هاو سي فري كيلكو باغ. مي زيد أوسي أنا ملي بديت نكتب السنة، معناتها أول ديك بديت نكتب عندي الحكاية فين باش نهزوك، هزيت التليفون وكلمت قلت له إجا نقول لك نوردو، قلت له أحنا سنة، قلت له أنا كتبت لك معناتها لاكس نتاعك مليان برشا، في برشا أحداث وفي برشا دراما وأون فا بروفي معناتها لرواحنا قبل العبيد، فهمت، لرواحنا انت روحك وانا زاد روحي، اللي انت ممثل وباش تكون ممثل كبير، واللي انت راك باش تخرج ماك المارج نتاع الناتوريل باش نخدموا بالحق معناتها سور اون باز نتاع اكتور، فهمت، بيرفورمانس اللي فيها دراما، فيها لي نيونس، فيها لي زيتا دام. وراني وجهه مجروح من هنا، قال لي وقت اللي نضرب في روحي فك المشهد سوسن قالت لي من غير ما تضرب على راسك جست عارك ولدك، قال لي هاو جروح مازالوا في وجهه. اسكو جادور اون لوي هو نوردو بالحق يغطس معناتها بالحق بقلب ورب يبدا يخدم معناها فهمت، وحط في قلبه، حط في قلبه بالكدا باش يطور روحه، وخدمنا مع بعضنا بالكدا خدمه كبيره وفرحانه بيه برشا والى اكسيلي بور. تعطيه شهاده ممثل ولا لا؟ بيان سور اكثر من هكا، أكثر من هكا، سي كون سيتو بكاو العباد، سي كون سيتو معناتها عملوا ضحك العباد من القلب وفرحهم من القلب، والسنة زادا كيف كيف بكى العباد من القلب، معناها في علاقته هو ولده، في علاقته مع درة، في علاقته مع أصحابه. جاوبني بكل صراحة، هل فاطمة برتقيس كان ما تروح أنها مش باش تكون موجودة معك في فندق اثنين ولا ليه؟ صحيح. خاطر مش خاطر مش فاطمة مش خاطر مش في بالكم حاجة أخرى، أو فيت هو إحنا كي بدينا مش قلت لك أنا بدينا براءة، دونك اخترنا فاطمة في براءة كانت باش تمثل مع دوك، هي بدات تمثل في براءة ديكو بدات، وإحنا قررنا باش نعملوا الفوندو. كي جينا باش نعملوا الفوندو دونك حكيت أنا وسامي خفنا، قلنا توا هي مادام بدات تصور في براءة خفنا، لكن باش تقعد في الفوندو ينجم يأثر سلبا، معناتها يشوش، يا أنا نشوش على معناتها فوندو يشوش على براءة، يا العكس، فهمت، دوك خفنا منها شوية. وبعد قلنا ليه تتروبوزي، قعدنا قلنا ليه، معناتها قال لي سامي بالحق ما فماش مشكل، وأنا بيدي جيك نخمم، قلت دو رول ديفيرون معناتها بعاد على بعضهم بالكدا، وكهو بعد خذيناها فهمت، دوك قلنا لها سي بون باش تخدم في الزوز وجيسبر ما تماكش باش تضر فيها، وانا اسومي، والحكايه بالحق ما ضرتهاش، او كونتخيغ معناتها ما احلاها في لي دو غول ولا ديفيرونت. باش نسالك سؤال التاريخ، على خاطر فما برشا كلام تقال على مشاركه فاطمه برتقيس، هل فعلا انت ما كنتش مقتنعه بها وكنت تحب تبدلها في الموسم الاول؟ لا مش صحيح. تراها تطورت اليوم بين الموسم الاول والموسم الثاني؟ بيان سور تطورت، سي فغي كو في العمناول معناتها تعبنا شوية، سي و سي تو تافي نورمال، معناتها مش باش معناتها لا نجم نلومها لا حتى شيء، معناتها أول مرة تمثل سي تو تافي نورمال باش نلقاو صعوبة، معناها باش تفهم التكنيك، باش تفهم الإحساس والوقفة قدام الكاميرا تو سا. أنا أسي ومالغري سا أنا بور موا يعطيها الصحة عمليول ونجحت بالباهي، والسنة ولات متمكنة أكثر، عندها أكثر ثقة في روحها وحطت في قلبها أكثر وخدمت بالكدا، وخدمنا دو تخي بيل سيكونس وأنا فرحانة بها برشا، وجو سو فيغ ديل بالحق. في الموسم الثاني خاطر تطور كبير برشا اللي عملته في الموسم الثاني، كي كنت تصور فيها كانت توجع لك معدتك ولا ليه؟
انا ما عطيتو جا عمل لي سيكونس الكل ديما نصور اي سيكونس مش فاطمه نون با دي تو علي سمير حيم قالت سوسن الجمله كانت توجعلها معدتها لو فات انها تصور فاطمه برتقيس ما فهمتش علاش كانت متعبه با دي تو بالعكس معناها فاطمه سنه تطورت بالكدا معناتها بالحق معناتها دايوغ هاد فاطمه تحفظ في ساعه حفاظة ما تعبني جملة في الحفاظة تفهم الانديكاسيون بيان سور فما كيلكو سيكونس اللي هما صعاب على أي ممثل مش كان على فاطمة وأي ممثلة عنده دي سيكونس صعاب اللي ناخذوا فيهم أكثر وقت وألا نخدموا فيهم أكثر معناها فهمت مش معناتها هذاك الممثل خايب وإلا لي ولا ناقص نو با دي تو فهمت فما حاجات صعاب ياخذوا أكثر وقت سوسن خدمت على لاكس الجزائري جبت ثلاثة ممثلين من الجزائر وبالنسبة لنا كانوا اكتشاف مزيان على الآخر علاش على خاطر اكتشفنا الموهبة اللي عندهم اللي بالحق لعبوا الند للند مع ممثلين كبار احنا عنا اليوم وقت اللي نحكي على كمال التواتي مثلا ويتقابل معناتها مع ممثل جزائري تحسهم معناتها يلعبوا بصدق شديد هم مش موهبه عندهم راهم سي دي كوميديان كونفيرمي اي معناتها الموهبه سي تاع تاريخهم فهمت الحقيقه عزيز بكروني ويوسف صحيري معناتها سي دي نو معناتها كبار في 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 الجزائر وتاريخهم يحكي عليهم دونك انا كنت فرحانه برشا اللي انا تعاملت معاهم كنت مضطره تجيب جزائريين بيان سور باش تكون الحكايه كريديبل انا كاتبه حكايتي في معناتها في سونسي في الحدود الجزائريه اللي هي قريبه معناها بربي يقولوا جست ديتاي هوني يقول لك صوص تونس الجزائر في ساعه في ساعه تعمل راهو انا الحكايه كتبتها ومفسرتها اللي هما يسكنوا في طرف الحدود طرف الحدود من شير تاع دراهم والكافي تو سا راهو ثلاثه سوايع معناتها تلقى روحك غادي معناتها نورمالمون سونسي حكايتي لوجيك راهو 3 اور اللي قالوا بيت الصاله هي تونس بيت النوم هي الجزائر والكلوار وصوصا الجمله في الكلوار ولا واحد قالوا السفر عبر الزمن معناها يدخلوا يخرجوا دونك لا لوجيكمون قريبه راهي الجزائر معناها فما عباد تعمل تونس الجزائر دو فوا باغ جور معناها وشنو تربح لما تجيب ممثلين جزائريين؟ هي مش حكايه ربح ولا خساره هو مش حكيت الربح الخسارة حكيت الحكاية حبت هكيكة معناتها أنا كي كتبت معناتها الحكاية فرضت عليا فهمت اللي دونك الممثل هزيتو للجزائر معناتها البيرسوناج هزيتو شخصية للجزائر باش يعيش غادي باش يبعد على هذا الكل والحاجة الباهية أنا شو نقول معناتها أنا نحب الجزائرية معناها كجمهور وكشعب ومعناتها ويظهر لي احنا جيران كما يقولوا معناتها بالحق معناتها جيران واخوات معناها بريسك بلاد واحدة نشبوا لبعضنا في برشا حاجات ومي حبيت ليشانج أنا سي بيان هذايا اللي احنا تلقى مثلا ممثلين جزائرية في برودوي تونسي وكيف كيف جيمري بيان زادة ممثلين توانسة في برودوي جزائري اللي هي زادة موجودة معناتها برشا ممثلين عندنا توانسة خدموا في دي بروجي في الجزائر دونك ما تنجم كان حاجة باهية وزيد انا حبيت زادة التونسي يولي شوية يتفرج في برودوي جزائري خاطر احنا عندنا معناتها الجزائرية جينيرالمون يتبعوا البرودوي التونسي ومسلسلاتنا ويحبوهم ويحبوا خدمتنا مي مالوغوزمون التونسي ما عندوش معناتها في رمضان يمكن يتبع كان برودوي تونسي ما يحبش يتفرج على برودوي جزائري ولا خلينا نقول لك انه ما خممش جو سي با دونك انا جيمري بيان بالفوندو سني حابين نفسر اللي راهو اوني كيف كيف معناها فهمت تعرف ولا لا انه فوندو يحقق في نجاح كبير في الجزائر بشكل غير مسبوق حتى في الجزائر معناتها انا شفت حصص تعملت للاشاده بفوندو يمكن اكثر من الحصص اللي تعملت في تونس كان لي شرف اني نستقبل الفنانين الجزائريين قالوا لي جينا كما تقول على العميانة ما لا ناقشنا لا في سيناريو لا في إخراج جاو فقط لأنه فما فوندو فقط صحيح أنا نقول هي الثقة كانت تبني أما مع عزيز ومع يوسف بالحق عطوني ثقة من عطوني ثقتهم من نهار الأول فهمت من نهار الأول فازي أنا معاك ويلا معناتها أنا نعملوا البروجي هذا ونشوفوا الأفنتور هذايا فهمت يوسف السحيري فما كيمياء خاصة بينك وبينه ياسر يشكر فيك وقت اللي جاب حذايا قلت له فما قصه بالحق انا ظني ما شكرنيش برشا قلت له فما قصه حب بينك وبين سوسن الجمني عمل كلمه هكا من بعد قال لي يا ريت اي فضلك خرجت الحكايه
الكومبليسيتي ما بيناتهم. انت تخرج في الحكايات راه ما فما حتى واحد خرج حتى شيء، انت اللي تخرج في الحكايات وتعمل في الاشاعات واحد. الراجل قال لي يا ريت، قلت له راه فما حديث على قصه حب ما بينك وما بين سلسله الجبل، قال لي يا ريت. ايكوت لي فضلك يوسف، انا نمبيش انا نقولها نحبوا برشا يوسف، فهمت؟ نحب برشا عزيز، نحب برشا سي كمال، نحب برشا نضال، ياسين، نردو، نحب الممثلين الكل بالحق نتاعي. يعني. السلام. يروج انه فما قصه حب ما بينك وبين يوسف السحيري، شو تقول اساسا الجمله؟ يا ريت. لا بالحق، لا بالحق يوسف، يوسف فنان عميق بالحق، عميق فهمت سي سور لو بلان هومان محلاه كون بيرسون. عطاو اضافه، عطاو اضافه كبيره ونشكرهم ونحييهم بالحق معناها، وان شاء الله بقدر ربي هذه البدايه نتاع برشا حاجات ما خير مع بعضنا ان شاء الله. باهي نحكيو على الكاستينغ زاد كيف كيف. نحب نحكي على موضوع سمير حايب لانه خذا حيز كبير في وسائل الاعلام، ونحب زاد نسمع وجهه النظر نتاعك. ما نجمش نتعدى بعض التصريحات الكبيره اللي عملتهم ساميه رحيم في بلاتويت الكل، نوع من الاستياء، دورها صغير، حضورها هامشي، كانت تحكي عليك انك نوع من صغرتها وقالت انها موجوعه وكان باش تبقى تتعاملوا معايا بالشكل هذا، قالت تفكر في الاعتزال. شنو تعليقك على هذه؟ والله انا شو نقول لك، اول حاجه راني انا بالحق ما زلت ما سمعتش حتى انترفيو وما سمعتش الحقيقه شنو اكزاكتومون اش قالت، من حسب ما قالوا لي فهمت. انا نعذر، انا بور موا الممثل اون جينيرال سي كيلكان دو تري سونسيبل فهمت، ونتفهم اللي اي ممثل ماذا به مساحه اكبر في الدور نتاعو، ماذا به معناتها يبدع اكثر، والسيناريست ولا المخرج يعطيه مساحه اكبر باش هو يظهر فيها ويمثل فيها. مدام ساميه يظهر لي مش انا باش نحكي عليها، المراه بتاريخها وممثله قديره وما نجم كان نحبها ونحترمها برشا ونحطها في قراسي من فوق، وجاي لا شانس دو ترافاي افيك ايل مش من توا، من قبل منتج الحاضره جو بونس وكل. بوتيتر نتفهم اللي هي موجوعه يمكن دور صغير، اما احنا حكينا بالكدا في الموضوع هذاك، مالوغوزمون الكتيبه ساعات تفرض عليك هو الغول ثانوي سي فغي فهمت، مي انا الغول بور موا اللي تي امبورتون في العائله نتاع المروكي هي الميم، كانت عامله ايكيليبر في العائله هذيك، كانت بمثابه الام البيا الكونفيدانت اللي، وانا اون جينيرال الميم كاتر هومان، يظن ما فماش عبد ما عندوش في عائلته ما ماتو كان يحبها والا متعلق بها، معناتها سي ان بيرسوناج انا نحبه برشا بالحق، ميما معناتها اون جينيرال. تتفهم وجيعتها؟ دونك نتفهم وجيعتها، نتفهم سي توت افي نورمال، معناتها ترى روحها في رول ما اكبر بوتيتر فهمت، ولا معناتها نتفهمها وما نجمش نلومها وكهو فهمت، تقولها نحبك برشا وان شاء الله في الجاي نعملوا ما خير وما اكثر. الجمعه هذه ما حاجه تستحقها بالحق، معناتها اكثر من هكا. الجمعه هذه سالتها سؤال، قلت لها باش تخدم مع سوسن الجملي في المستقبل؟ قالت لي بعد الكلام اللي قلته ما نتصورش كان سوسن الجملي مازالت تعيط لي. لا جامي جامي، معناتها انا امبوسيبل نوصل نتغشش من مدام ساميه ومن سي دي جون هذوما مدارس معناتها احنا تعلمنا عليهم فهمت، دونك لا با دو تو بالعكس، ونبدا فرحانه كان نعاود نخدم مع مدام ساميه ونعملوا حاجات ما خير ان شاء الله. محمد علي النهدي كان عنده لوم، حب يكون في المجموعه وقال سوسن تجمعني بها علاقه صداقه كبيره برشا وخدمتوا مع بعضكم، من المفروض تكتب لي دور؟ انا نتفهم اللوم نتاعو، وقال لي ديجا قبل حكينا في السوجي تو سا، بعث لي مثال دون سو سونس، وقلت له فسرت له دالي، هو مخرج ويظهر لي يفهم اكثر مني. انا الحقيقه ما جوسكو لا معناتها في معناتها في بداياتي معناتها في لي دو بروجي اللي عملتهم اي تو سا، مازلت ما كي نكتب حكايه وشخصيات وبعد نخمم في شكون يمثلهم، معناتها ما نكتبش بالاشخاص ولا الممثلين، معناتها نكتب دور هكا وهكا. بوتيتر فما شكون يعملوها هذه تكنيك ومعمول بها الحقيقه فهمت، مي انا لي معناتها انا الحكايه هي اللي تهزني ولي بيرسوناج هما اللي يهزوني، مش بعد نخمم شكون يجي في الدور هذاك.
دونك ما عندكش موقف من دالي؟ لا لا ما عنديش حتى موقف، بالعكس نتفهم الاسم نتفهم، ومش كان دالي برشا برشا راهو نعرف ممثلين يلوموني حتى اون بريفي، فهمت؟ سوسن نحبوا نخدموا معاك، ولا سوسن علاش ما خممتش فينا، ولا سوسن علاش ما كتبتلناش. هي حاجه تشرفني، ما تنجم كان تشرفني كي دالي يحكي يقول علاش ما تكتبليش، بالحق حاجه ما تنجم كان تفرحني وتشرفني معناتها، فهمت؟ نكمل ملف الكاستينج بالثنائي ياسين بن قمره نزال السعدي اللي كانوا اكثر من رائعين زاد كيف كيف. ياسين حسيت انه الشخصيه نتاعو تبدلت؟ اي انا ملي كتبت ياسين قلت له ياسين السنين باش نخلي العباد معناتها اللي يتفرج واللي باش يحسوا على شخصيه سليم، وباش يولي يقولوا حتى هو قتل اما ماذا بينا ليه يطلع يا مش هو، يا ماذا بينا يحيى يسامحوا، يا ماذا بينا معناتها ما تصيرلوش حاجه خايبه. معناتها حبيت العباد تتعاطف معاه، خاطر هو سي فري كي تجي تخمم انت في الشخصيه كي كان صغير ما قتلش بالعاني، ما قتلش معناتها يمكن كان باش تعطيه شويه حق، مين امبيش يقعد هو ظالم معناتها، هو سكت على الحق وهو غدر وهو معناتها 20 سنه من عمر البيرسوناج الاخر مشى، ومعناها فهمت جرت هو غلطه عملها دونك كي لاسوم فيغ لا فان. جبت جانجون؟ تشوف في جانجون ممثل والا جبته جوست باش نربطوا صوت الجينيريك مع صوت الشخصيه؟ اول حاجه انا نشوف جنجون ينجم يكون ممثل كبير زاده، فهمت؟ انا يعجبني ياسر لي زيكسبرسيون تاع وجهه، معناتها يعجبوني برشا، فهمت؟ وجه سينمائي معناتها نحسو على الاخر، وكبيرسون وكارتيست نحبو برشا 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 جنجون، معناتها فنان رقيق هكا وعنده برشا احساس. وكي جبت جنجون سيتي بور موا ايدنتيتي نتاع الفوندو، هو جنجون بالغنيه نتاعو، فهمت؟ معناتها سي هو ولد البروجي هذايا، فهمت؟ وبناه معايا كيلكو باغ، فهمت؟ بناه بغنيته، معناتها هو بنى البروجي هذا. جست للناس باش تعرف انه الغنيه ساهمت انت باش توجه في الكلمات ولا لا؟ اي بيان سور، خاطر هو كي يجي باش يكتب لك اي مغني باش يكتب الكلمات لازم نحكي له انا شنو عندي حكايتي، فهمت؟ حكيت له الحكايه نتاع المسلسل، حكيت له عطيت له دي مو كلي باش نجمو نخدم. شنو مو كلي اللي عطيتهم له؟ سانسبيغ بهم الظلم، واللي هو عاش متى اربع حيوت مسكر في حبس، واللي هما هكا العباد غادروا ما يسمعونا. لا ما يسمعونا هو، لا نعطي نقصد دي مو كلي باش هو نهزه في توجه يخمم دون سو سونس، فهمت؟ مي ابخي هو كتب كلماته اي تو سا. واليوم عندنا واحده من اقوى الهيتات نتاع نتاع الاعمال الدراميه، اي نوبليابل باش تقعد هذيك في مخ الناس الكل بالحق، في البواتات يحطوا فيها فرحانه بها. اي في البواتات غنيه معناتها من المفروض غنيه دمار تتحط في البواتات. دونك بالحق ميرسي جنجون، وفرحانه بالكولابوراسيون اللي صارت، وان شاء الله ديبيو نتاع برشا حاجات اخرين سواء في التمثيل وفي الغناء زاده. باهي خلينا ناخذوا كواليس مسلسل فوندو الجزء الثاني. كل عام وانت حيا بخير سيدة المخرجة. عايشك ميرسي. ما منجمش نقول لك قداش عمرك، اما تبقى مخرجة شابة. عايشك. نمشيو توا للحاجات اللي تكتبت على حلقات المسلسل. نبدا من الحلقات الأولى. الحلقة الأولى برشا أحداث متسارعة، برشا قتامة في الحلقة الأولى، أكسيدونات وناس مرضى وكونسير كنت تكتب مدبرمة ولا شنو؟ لا لا. أو سي شوا، سي دي شوا، فهمت؟ وتعرف روحك معناتها في رمضان. الناس حاجتهم حاجة لايت، حاجة كانت ريسكي برشا، وفينالمون الحمد لله العباد تفرجت و
وهاني قلت لك معناتها تفاعلوا معناها بالباهي وبالخايب تفاعلوا دونك سي كونتون. كيف يقول لك مسلسل دمار؟ اي دمار هو دمار دمار الاخر. نمشي للحلقه الاخرى، الحرب العالميه الثانيه قتلتهم الكل ومات الممثلون جميعا. اي جمله عادل امام قعدنا نسمع فيها حتى شفناها معك. ومات انا قلتها ملي نصور فيها ملي صور قلت لهم قتلتهم الكل. علاش؟ وكي تجي تخمم معناتها كي تجي تشوف في كل موتة صارت معناتها لوجيك معناها فهمت لوجيك على الاخر فهمت سي دي شوا هاني قلت لك ما تنجمش تجي تشد على سيناريست تقول له كيفاش علاش معناتها كنرجع الحكايه من الاول وتشوف وتلقاني معناتها ما نجم نمشي كان غادي فهمت الحكايه ما تنجم تهزني كان الثنيه هذيك بوتيتر العباد زيتي دي سو خاطر ينتظروا في نهايه هابي اكثر ينتظروا بالك شي البيرسوناج ما يموتش بالك شي هذاك يعيش بالك شي هذاك ما يقتلوش كثره الاحزان كثره الالام كثره عمليات القتل فما اون دوز معناتها زايده نتاع الدراما فهمت اي سا سي فري شو تبريرها من عندك الدوز الزايده هذه كنت ترغب انك تكافئ ال اي 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 بور موا سا كان جزاء معناتها كل واحد لا مورال انه كل واحد يخلص مي دون فاسون او دون اوتر معناها فهمت باش يخلص و جو بونس انا بور موا كي اخترت الموت ما اخترتوش كعقاب بالعكس بالعكس انا اخترت هذيك راحه وسولاجمون لي بيرسوناج نتاعي حبيت نرتاحهم فهمت بعد اللي صار عليهم الكل معناتها سيتي بور موا الموت هو الراحه عليهم التعليق على مومو الفتره اللي بقاها في الاصلاحيه هي 6 أشهر لكن ظهرت كانك نسيتوا مومو في الاصلاحيه سي ليليبس هذيك هي ليليبس فيلميك معناتها انك تتعدى بالزمن فهمت دونك اونتر تون هو معناتها في الاصلاحيه قاعد ولا يقرا اي تو سا وابوه ما غادي يصلح روحه فهمت فيق باغلاطه فيق شنو يزمو ما تعمل ايكيليبر في حياته اون اتوندون ولده يخرج وهو يقرا في الكتاب المقلوب فيسبوك قام وقعد غلطه كبيره كيفاش ما فقتوش بها يا اخي انت عملتها بالعاني والله ليك مش بالعاني مي شوف التصوير تو الكتاب شدوا بالمقلوب والتوانسة نبروا وكتبت شوف الكتيبه تلقاها صحيحه في الوسط اي انت عملتها باش ينبروا باش انت تبدا شيخ علينا ولا ليلي يا شعب التونسي اللي ما تقراوش جيت سيغ باش يقولوا شبيه مقلوب وبعد قلت جيت سيغ زاد تو يفهموا علاش من بعد فهمت دونك فوالا هذه عملتها انت تلعب بينا معناتها والله لي شو حسن نية اي شويه حسن نية شويه وكو حبيت كتاب رماركابل وكهو فهمت ونكتشفوا انه الكتاب هو بالحق يتقرا بالمقلوب في جانب منه يتقرا بالمقلوب وهذا قال لك ان كشف لنا شيء كشف انه التوانسه ما يطلعوش ما يقراوش ما يعرفوش انه فما كتب تتقرا بزوز جوانب وهذا الكتاب هذا هو دنيا جديدة الدنيا اللي حلم بها مومو معناها معايز المشهد المثير للجدل واللي ما نجمش نعمل الحوار من غير ما نحكي عليه هو مشهد مقتل ياسين بن قمرة كيفاش بسكينة صغيرة نجم نقتل إنسان بالشكل البسيط هذاك وما نعرفش كان التعليقات قريتها أنت وفما شكون اعتبر أنه هذه سذاجة فما شكون قال لا ما تجيش وشفنا حتى طبيب طلع في الميديا قال مستحيل تصير حاجه كيما هكا احكي لنا هو ايكوت اول حاجه سكينه مش صغيره هي سكينه فهمت سكينه عاديه فهمت والسكينه العاديه تنجم تقتل سكينه غله عاديه توسع سكينه نتاع غله وجبن نتاع عاديه معناتها هي ديجا كي نصوروا بها تخوف معناها فهمت كي تقرب الياسين معناتها تنجم فاسيلمون تو فوا تجي فيه ضربه اي تو دونك سي فري كو بوتيتر لا فاسون دون جي فيلمي ما عجبتهمش يمكن جوري دو ميتر الضربه بالكدا الضربه والدم يطش مي انا حبيت نبعد على مشيت دون لا كونفونسيون فهمت في الفريعه هذيك ما بيناتهم باش تجي فيه ضربه دونك انا جي فولو سامبليفي فهمت سامبليفي نحكي لك هذا انا شنو خممت فهمت سامبليفي بور ايفيتي اللي البيرسوناج معناتها كاين نهايه شد السكينه وقتلت لا ماهيش معناتها ما هوش اسيومي ماهيش حبت هي تقتلو او كونتخيغ انا وريتها شدت وحبت مي بعد بطلت فهمت ومن بعد كي هو قرب لها فريمون الى
معناتها نسيها حكاية السكينة ومش مركز معاها بور لوي معناتها فك الفريع هذيك صار لو كو فهمت لو كو انا ما حبيتش نصوره بور ايفيتي ايفيتي العنف وبور ايفيتي مشاهد هكا سكينه وداخله اي تو سا فهمت اللي تعرف ديما قداش من بروجي سيمنا مشاكل من الحكايات هذوما في السكينه ولا اللايكات عاقبك على مشهد كيما هكا خاصه وانت تتعدى في وقت الذروه فوالا. وقت الاطفال وقت في يتفرجوا في المسلسل اكزاكتومون دونك جي فولو ايفيتي وثاني حاجه بور تو دير باش نبداو واضحين معناتها انا جو مسوي انسبيري من حكايه غيال انا حكيتها لي في المركز معناتها حكاوها لي اللي هي حكايه طفله بالحق هي و سون امي تو سا سون فيونسي ولا جو سي با تقتلت ما تقتلته بسكينه تحكي لي في المركز قالت لي السكينه كي تراها قالت لي تضحك قالت لي تضحك سكينه عاديه قالت لي نتاعك فريمون ما تنتبه لهاش وقالت لي وهكا قالت لي لوكو هكا شويه بركه دخلت السكينه هكا شويه دم قالت لي نلقى في هي وهي تتفارع وعملت له هكا السكينه في لح شهق شويه وبعد يخرج الدم يهبط يتوساه وبعد الكرهبه يتو وبعد خلف يحيط وحاجه دون سو سونس بعد فقوا به فهمت دونك جو سوي انسبيري من الحكايه هذيك بوتيتر اي ما عجبتهمش والا الطريقه مي لا كونفونسيون اي معناها معناتها مفهومه اللي هي في الفريعه هذيك ضربته بسكينه يتو اني قلت لك معناها مش معناتها بخل منا احنا في التصوير والا ما نعرفش كيفاش نصورها ولا حاجة سيتي ان شوا فهمت أعطيني بكل صراحة فوندو تسكر وإلا ليه؟ أوفيسيالمون جو فيلدير دونك توا باش نقولها فوندو تسكر ما فماش جزء ثالث ما فماش جزء ثالث ما فماش ظاهرة مادام قتلتهم الكل ظاهرة مانيش ناوية على حتى جزء ثالث تخمم في مشروع جديد حاليا؟ أي أي en cours inchallah فما دو بروجي هما en cours بروجي العام الجاي inchallah رمضان فهمت inchallah ربي يحيينا ونعملوه دونك فما الفكره وكل شيء فهمت باش نبداو نخدموا على السيناريو وفما حاجه اخرى وفما معناتها pour moi le projet اللي جيسبر معناتها نعملو prochainement واللي هو حلمي اللي نعمل لون ميتراج نتاعي فيلم فهمت فيلم خاطر السينما لها son charme وانا قريت سينما وبنت سينما دونك معناتها نحب برشا سينما وماذا بيا ان شاء الله ان شاء الله نعمل ان فيلم اللي انا وقتها بالحق نبدا فرحانه على الاخر ان شاء الله نهنيك على النجاح عايشك لانه في بلادنا يلزم نتصوره للناس اللي تعبت وخدمت بشكل كبير واحنا قراب منكم ونعرفوا قديش انتم تعبين وهزيتوا حمل كبير برشا ونجحتوا واليوم اذا كان الناس تبعوكم من معناتها في مسيرة المسلسل كله على امتداد 20 حلقة راو لأنكم عجبتوهم وأنه الحكاية حبوا يتبعوها حتى للآخر لأنه التونسي راو ينجم يبدلك من الحلقة الثالثة كان ما تعجبوش أنا نقول ميرسي للجمهور ميرسي للعبيد معناتها توينسة زيرية ليبيا برشا بلايس معناتها جو روسوا معناها دي روتور فهمت نقولهم ميرسي على محبتكم البروجي ميرسي اللي تفاعلتوا معنا ميرسي اللي بكيتوا مع بكيتم على حكاية وفرحتم على حكاية وميرسي اللي زادا الكريتيك متاعكم خاطر ما تنجم تكون كان كونستركتيف معناها بالنسبة لي أنا ناخد ديما بعين الاعتبار الانتقادات واللي يتقال معناتها جو بريفير ناخد الخايب قبل الباهي معناتها بو موا سي لو بلوز امبورتون باش نطورو ونحسنو ونعملو ما خير وإن شاء الله معناتها هاني قلت لك فرحانة اللي 20 يوم من رمضان العباد تبعت الفوندو تبعته بالكدا وفرحانه من لي رياكسيون ومن حتى التنبير زيد محليه فهمت وكها دونك ميرسي احنا هكا ولا هكا نعملوا في المسلسل العبيد باش يتفرجوا فيه وباش يفرحوا ويبكيوا معاه ايتو وهذا اللي صار والحمد لله فهمت الحمد لله نشكرك ونهنيك مره اخرى ومن خلالك نحيي كل الفريق ممثلين تقنيين انا زيد خليني امتي مو لازمني نشكر ليكيب تكنيك الكل بالحق خاطر pour moi عائلة و pour moi وقفوا معايا بالقدي نشكرهم واحد واحد ميرسي طول الموند يعطيكم الصحة ونحبكم برشا
ونشكر الممثلين الكل بالحق كل 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 سونز اكسبسيون معناتها معناتها فرحانه بهم فرحانه بخدمتهم كي نغزر انا ونتفرج بالحق ما نلقاش حتى سيكونس نقول معناتها معناتها كل سيكونس ما تصورت والا شفتها حتى عند العينين العباد عجبت العباد وفرحوا بهم دونك فرحانه فرحانه بنجاحهم وفرحانه بنجاح ليكيب تكنيك و سو لو بلوز امبورطون اللي هما يكونوا راضيين و فوالا تستاهل كل النجاح تستاهل كل النجاح عايشك 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 تحيه كبيره ساسان جوغ ميرسي في آخر شهر سيدي رمضان موسم الحصاد موسم الحصاد بالنسبة لنجوم رمضان يجي من خلال مسابقات وتكريمات اليوم سعيد جدا باش نحكي على تظاهرة نجوم تونس ونجوم رمضان مع أمين زينة مؤسس تظاهرة نجوم تونس ونجوم رمضان أمين أهلا وسهلا مرحبا بك أهلا بك قبل كل شيء السنة لقيتوا صعوبة في جمع الأصوات كانت فما منافسة شرسة ولا ليه؟ نجوم رمضان في رمضان تخرج للزونكاتور يسألوا الناس تعب شوي به مع ذيق الوقت زاد كيف كيف الفكرة كيف جات بديتوا انتم عام 2018 هو بدينا بالقياس احنا المؤسسة تعمل سبر الأراء نقيسوا في الميزور دوديونس والوديمات نتبعوا نسب المشاهدة بشوية بشوية جات الفكرة هذيك بيني وبين سليم اللي هو شريكي في الفكرة سليم بن زالم وخلقنا ستار تونيزيا قبل ستار رمضان دونك ستار رمضان كان نسخة مصغرة من نجوم تونس كيفاش تخدموا تقنيا؟ نخدموا بميثود سيانتيفيك اللي هو صبر الآراء كيما اللي يخدموا به ليزيليكسيون الانتخابات وغيره تهبطوا للشارع؟ بيان سور سور تيران تسألوا الناس؟ اي تهبطوا لتونس الكل ولا فما ولايات معينين تمشيو لهم؟ نقسموا الجمهورية التونسية على 8 أقاليم وناخذوا العينات نتاعنا بالميثود اللي نخدموا به المصداقية نتاع الجوائز حاجة مهمة على الآخر، تعرف اليوم للأسف الشديد من مكان ولا يعطي جوائز. يا أخي الجوائز اللي تتعطى معناتها شنو هي مصداقيتها بالضبط وشنو هو تأثيرها على الفنان وقديش الجائزة هذيك معبرة؟ هي الجائزة هذيا تعتبر جائزة جمهور، احنا نخرجوا نسلوا العباد في الشارع ميم با نسميوها أسامي ساعة اللي هي مهمة برشا، ما فماش أسامي نسلوا شكون أفضل ممثل وتحط له 10 أسامي يختار منهم. هو شوي لي سيبلاج تولي انت تخير فيه يمشي الممثل المعين باش يختار احنا اذا كان تفكر حد او يحب حد يتبع في حد مغروم بحد باش يسميه دونك على هذاك احنا نختاره من بعد ما يعني فما تصير سيزي اللي هو عمليه معالجه البيانات اللي نخرجوا بها ليستار دونك وفما رابور يخرج كل تقرير هذاك يخرج كل ليله يتوزع فيها الجوائز دونك العباد تنجم تشوف احنا هنا فيابل التقرير يخرج تشوفوا الناس الكل كيفاش تخدم بالميثود نتاعو نسبه هامش الخطا اللي فيه هذاك علاش احنا نقولوا راهو سي كريديبل لو بري اللي تعطى الحاجه الباهيه انكم زاد كيف كيف تحتفيوا بالنجوم تستدعوهم ديما في سهره كبيره سهرة تكون منظمة نظيفة مزيانة تقنيا زادة كيف كيف فما جانب إخراجي قاعد يتطور من عام لعام وأنا شفت حتى الأجواء بتاع السهرة الأخيرة معناتها فما حد بتاع حرفية وبتاع احترام الضيوف فنحييكم عليه وين ماشيين أبعد معناتها تحبوا تكبروا أكثر نحبوا نكبروا التظاهرة هذه ويكبر معها ويكبر معها نجوم تونس حتى يلقوا حقهم تتعب عام كامل انت هادي من حقك انه تشوف الناس اللي حبتك شنو تعطيك ولا ما تعطيكش احنا خلقنا الكونسيبت هذا باش يكون فما تنافس وفما حاجه مهمه انه كل مره يكلمك شبيه هذاك اللول عملناه ولا انا اللول وهو لا هاو الاسناء ما هي ما هو خدم على روحه وفاتك اسناء وانت يا عم جاي تخدم على روحك تنجم تفوت وتنجم انت تكون عندك انت الجائزه الاولى والكونسيبت فيه جائزه واحده اللي هي الجائزه الاولى ما فماش معناها مرتبه ثانيه ثالثه رابعه ما فماش فما جائزه اولى باش تحتد المنافسه بين الناس الكل. السنة قداش من جائزه عطيتو؟ السنة عندنا في نجوم تونس تقريبا 50 جائزه. اي نجوم رمضان 17 جائزه
وفما جائزة اللي هي عملناها يعني المؤسسة تكرم بعض الممثلين والفنانين اللي خدموا ما موصلوش ما احنا نعرفوا في الريبور شكون العباد اللي معناها في مرتبة ثانية أو ثالثة ويستحق جائزة تقديرية بالأساس. جائزة تقديرية هي جائزة خاصة من المؤسسة. دفع معنوي كبير يسأل النجوم بمجرد أنهم ياخذوا الجوائز. جبت لي معك لي دو تروفي. لي دو تروفي نتاعنا. عندك جائزة أفضل محاور نجوم اللي هي هذه؟ أي تعرف اللي أنت فككة عندك 3 سنين هذيك؟ 3 سنين أنا فككة؟ عندك 3 سنين أنت فككة هذيك. يعطيهم الصحة للناس اللي صوتوا ونهديها للفريق بتاع البرنامج الكل على خاطر في نهاية الأمر ماهوش وحدي ما نستاهلش وحدي خاطر ورايا فريق والفريق هذا إذا كان اليوم أنا قد نقدم فبفضلهم هما فهما أولى دونك هذه نهديها للفريق الكل. اي فكره سامي الفاري وهذه افضل برنامج ولا افضل برنامج افضل برنامج فيعطيكم الصحه بالحق يعطيكم الصحه جود نشكرك برشا ومن خلالكم نهدي لكم كل عبارات التشجيع ان شاء الله يا ربي كل عام احسن من عام نوعدوا الجمهور بمزيد العمل وباش نكونوا عند حسن ظنهم وان شاء الله يا ربي من خلال المؤسسه نتاعكم تخلقوا نوع من المنافسه والهدف هو تطوير القطاع الإعلامي والفني في تونس. شكرا أمين زين يعطيك الصحة بالتوفيق.